مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الممثل الكوميدي محمد خساني، والذي تألق بشخصية حميد في سلسلة في التسعين، قد كشف لمتابعيه الفنان شاب حميد الذي استلهم منه هذه الشخصية. السلام عليكم. كاين دي جون صغار يعرفوا شكون هذا، هذا نقولكم شكون، هذا هو لو فري شاب حميد، هذا هو لو فري شاب حميد اللي لعب بيرسوناج تاعو. اليوم الفاتحه لعب انت وعرضني، وكان لي الشرف اني يكبر بيا الشيخ الهندي وكاع الشيخ تاعو انا وكاع لي زونسيا كاع فايتي كاع كاع وليدات وارد. هذا حميد تنقول وانا يا باش درت البيرسوناج تاعك باسكو شوي فان دو حميد، وانا نعتبره فنان كبير، ماشي نعتبره هو فنان كبير. واش رايك في الفيلم اللي عندك؟ في ساتيسفي في ساتيسفي ونحكوا عليها بعدا. الله يحفظك يا عبد الحميد، شرف لي، الله يحفظكم، ميرسي. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.